عيد هذه الكرة طويلة أمامية لتعود لعناصر الشباب وإعادة لعناصر فريق شباب للوزداد في هذه الكرة من هناك على الجهة اليمنى محاولة التسديد مبكر ربيح ربيح من هناك إيمان الجهة اليسرى تمريرة ذكية داخل منطقة العمليات والتغطية من بعيد كفريق ما اليوم مخدة المبادرة بتاع الهجوم 100% والانتظار حتى الدقائق القادمة تمريرة داخل منطقة العمليات التسديد وتدخل الدفاع ترى صعبة صعبة فعلا ظهار في هذه الكرة محمد الحجاج حجاج دهار ورقبة في وسط الميدان ربيح دهار إمكانية كبيرة لهذا اللاعب الشاب دهار فجان تمكن من المراوغة بوقجان كرة ثمينة ثمينة جدا هذه الكرة لكن ما فيش متابعة كبير وهنا نشوف لقطة شوف دهار تمريرة ذكية جدا شوفوا رقبة لكن هنا نقدر نقول بورقبة صعب الامر على شوية الوراء باش نوروا ما كاش تسلل ما كاش تسلل لا تسلل ما كاش تسلل فعلا التسلل غير موجود غير موجود هنا نتحدث على بعد التسلل بعد هنا الحارس لما خرج الحارس كان يحط الكرة اختيار هو الاختيار ديالو خرج روحه من المرمى وصعبت له الكرة كما هو يلعب بالبرج اليمنى ما يلعب بالبرج اليسرى وهنا ايضا فيه ذكاء من الحجاج دهار عمار عمود اتجاه بو رقبة ودهار وتسديدة إلى فريق المولودية راجع نوعا ما في هذه الأثناء دهار نعم سعود نعم وسيلة نسجل أول تغيير في هذه المباراة من جهة مولودية الجزائر الدخول للاعب يحيى شريف وخروج اللاعب جاليك مصطفى كرة من هناك وهدف التعادل من بوريكا ودفت بطبيعتها شوف لقطة الهدف الهدف تاعها شوف واحد المراقبة تاع المدافعين شوف لاعب بدون مراقبة حتى الحارس نقول يسال في هذا الهدف اللاعب خد كل وقته باش يمرر الكرة واللاعب برطبة وفضل انه يخرج اللاعب بوغاش خرج بوغاش ويترك جليد كرة لشباب الوداد عمار عمور محاولة التسديد حجاج في هذه الكرة ثم دهار او مولودية وهران فريقين كما تفضلت مدرستين معروفتين على دخل ويبعد الكرة ثم ريت مرر من هناك ناحية شفيق بورزما هشام شريف كورته سهلة بالنسبة لدفاع شباب الوزداد والكرة مباشرة طويلة أين يتواجد دهار طلب الكرة من هناك عن طريق ربيح طلب الكرة دهار تسديدة قوية من دهار ها هي الإعادة من دهار الحارس بالعرض كان في المكان المناسب لكن المتابعة لم تكن بالكيفية والشكل اللازم الرجوع البطيء للاعبين المدافع كرة لصالح شباب بالوزداد يحاول أن يضغط في هذه اللحظات في كرة طويلة خطيرة كرة طويلة مخالفة مباشرة ناحية دهار رمو ربيح كان طلب الكرة لصالح الشباب بالتنفيذ عباد عباس كرة طويلة مباشرة ناحية ربيح وتوزيع خطيرة ديات بسيطة حقيقة لأن نرى بأن كلا الفريقين شباب الوزداد أو مولودية وهدار فارس عمران طلب الكرة جمال بعيشة في الرواق الأيسر لكن فارس عمران كان يحاول القيام بالكرة من هناك خرباش طلب الكرة دهار عن أحمد زبانا بمدينة وهران بعدها خرجت المولودية في مباراتين والانطلاقة من هناك عن طريق دهار خطيرة هذه الكرة المراوغة والانطلاق والتسديد ولكن كورتو في جانب العمود الأيمن ها هي شوف مراوغة بكيفية
ولا أروع، مراوغة بكيفية جميلة جدا، ولكن كاستيتو مكان من المرور عن طريق المراوغة. كرة شبيلة خطيرة خطيرة صعبة، تظهر فرصة ذهبية معادلة للخطرة الأمامية لشباب بلوزداد. يريد أن يلعب الكل في كل في هذه المباراة والتسديدة أربي، والمدرب قضى على جمال بوعيسى وفارس عمران. طه نعم جاموندي يلعب الورقة يعني كل التغييرين، يعني تغييرين فريق مولودية وهران أو فريق شباب بلوزداد. وهران حركات كورتو طويلة مباشرة ناحية طهار، أمامه عنصرين من جانب المولودية الوهرانية وشباب بلوزداد. والحكم الرابع يعني احنا يعني على خمس دقائق الوقت، بس